إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم استقاموا، هذا العنوان هو جزء من الآية 30 من سورة فصلت، حيث يقول ربنا جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، النتيجة: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، إلى آخر الآية 30 من سورة فصلت. وتكررت بعض هذه المعاني في سورة الأحقاف في الآيتين 13-14 بصيغة أخرى، حيث يقول ربنا جل جلاله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين اتبعوا طريق الله المستقيم، ربنا عز وجل وعدهم ووعده حق، لا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون في الدنيا، وإذا طرأ عليهم حزن فلا يدوم، وفي الآخرة لهم بشرى بعدما تتنزل عليهم الملائكة: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هم الناجون، هم المبشرون. ولكن هذا الوعد الحق هو وعد مشروط، مشروط بالتوحيد، بدليل بداية الآية: إن الذين قالوا ربنا الله، الذين آمنوا بالله وحده لا مثيل له، لا نظير له، لا ند له، لا شريك له، فالذين وحدوا الله عز وجل فقد حققوا الشرط الأساس من شروط الفوز والنجاة، بدليل قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 256: فمن يكفر بالطاغوت ما دون الله هو طاغوت. وردت كلمة الطاغوت في القرآن بهذه الصيغة، وقد قرر علماء العربية أن الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى. اللفظة القرآنية الطاغوت تملأ الفم، لم يقل القرآن الطاغية، هكذا لفظة خفيفة، قال الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، النتيجة: فقد استمسك بالعروة الوثقى
لا انفصام لها، حبل الله المتين الذي لا يتقطع. وقد ورد هذا الأمر أيضا في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ لا ندري، لا نعلم. لذلك أنبأنا الله عز وجل وأخبرنا بصفاتهم وعلمنا صفات وأنبأنا عن صفاتهم، وهم الذين وردوا في الآية 69 من سورة النساء: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الذين اتبعوا طريق الله المستقيم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وأبشر شهداء الحريق الذين ماتوا في قرانا، أسأل الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يتقبلهم شهداء وأن يبعثهم في زمرة الشهداء، لأنهم ماتوا بالحريق ولن يمسهم حريق في الآخرة إن شاء الله. أسأل الله أن يتقبلهم شهداء. أربعة أصناف: النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون. رحم الله الشافعي حينما قال مقولته الشهيرة: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأبغض من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. ورد عليه فقيه صالح آخر: تحب الصالحين وأنت منهم، لعلهم أن ينالوا بك شفاعة، وتبغض من تجارته المعاصي، عافاك الله من شر البضاعة. الاستقامة طريق النجاة. ربنا عز وجل قال في سورة الأنعام الآية 153: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، بلا غلو، بلا إفراط، بلا تفريط. لابد من التزام نقاط التوازن بين جميع المتقابلات والمتضادات. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة هود الآية 112: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. اللهم ارزقنا الاستقامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. سؤال مهم والجواب أهم. يا رسول الله، قل لي في الإسلام. طلب منه أن يختزل له الإسلام، طلب أن يختصر له الإسلام. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم.
فيتناغم هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه مع الآية رقم 30 من سورة فصلت مع الآيات التي ذكرناها في أمر الاستقامة. والاستقامة لابد أن نتمثلها في مجالات عدة أقولها اختزالا لا تفصيلا. المجال الأول مجال النيات، المجال الثاني مجال الرأي، الفكر، العقل. العقل إما أداة دمار إما أداة عمار، إذا كان مستقيما عمر في تفكيره، وإذا كان سيئا دمر. المجال الثالث ومجال القول، المجال الرابع هو مجال العمل، وهو أفسح مجال نمتحن فيه لقوله تعالى في سورة التوبة الآية 105 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم الهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. اللهم الهمنا السداد في الرأي والتوفيق في العمل. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله